لو حضراتكم يعني مركزين معانا في التفصيل اللي هكلمكم فيها، احنا تقريبا تقريبا ان ما كانش كل حلقه يبقى اضعف الايمان حلقه وحلقه لا، نكون بنتكلم معاكم عن مبادرات رياضيه في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وحقيقه كل يوم بيتم تنفيذ العديد من هذه المبادرات اللي كلها بتستهدف رفع اللياقه البدنيه للمواطنين وايضا الحفاظ على الصحه العامه من خلال ممارسه الرياضه. اعلنت وزاره الشباب والرياضه عن اطلاق مشروع جديد تحت شعار لياقتك صحتك. الهدف منه هو توعيه بدور ممارسه الرياضه والتغذيه السليمه في رفع مستوى اللياقه الصحيه والبدنيه والنفسيه لكل الموظفين. الفكره هايله جدا الحقيقه. تعالوا نتعرف احنا وكل حضراتكم على تفاصيل اكتر من خلال هذا التقرير. اتفضل. هو هيكون في قياس، وقياس علمي اكيد. الوزاره لما بتتعامل مع لجان علميه مع الاداره المختصه يعني، فاكيد هيبقى في اطباء في تخصصات مختلفه تعاونا يعني مع جهات في الدوله ومع الاداره اللي موجوده واداره الطب الرياضي ده بشكل اساسي يعني. رفع الكفاءه الصحيه للعاملين بالحكومه في رفع كفاءتهم البدنيه والصحيه من خلال ادواتنا، قياس ثم البرامج الرياضيه. ده الآلية بتاعتنا. نتكلم على مشروع كفاءتك في لياقتك بالتعاون مع مبادرة لحد عندك. مبادرة لحد عندك مبادرة مختصة بالوعي التغذوي، ما جات اتقدمت بطلب التعاون مع وزارة الشباب والرياضة. هم شغالين بس في جانب تثقيف وتوعية خاص بالتغذية. بدأنا نبني فكرة المشروع لحد ما وصلت للمشروع الحالي. زودنا ثلاث عناصر دخلت على عنصر التغذية عشان نوصل لرفع معدلات كفاءة العامل أو لياقته عشان نقدر نرفع الكفاءة الانتاجيه او نتحكم في مستوى الكفاءه الانتاجيه. دخلنا عنصر يبقى كده عندنا التغذيه والصحه، اللياقه البدنيه والاصابات المهنيه، الضغوط النفسيه والحياه اليوميه، الاعداد المهني للموظف. دي اربع عناصر، لقينا ان دول اهم اربع عناصر بتاثر في الانسان او بتشكل في الانسان. الهدف الرئيسي للمشروع رفع الكفاءه الانتاجيه. انا لما ارفع كفاءه اهتم بصحه الموظف من ناحيه التغذيه. طبعا التغذيه هي اساس الصحه. انا لو بتغذى تغذيه صح انا صحتي هتبقى كويسه، لو بتغذى تغذيه غلط هتعرض لكل مشاكل امراض سوء التغذيه. طيب انا بهتم بيه بالتغذيه، بهتم بالصحه النفسيه ان انا ازاي يبقى المود بتاعه كويس خلال اليوم، بهتم باللياقه البدنيه بتاعته زي ما الدكاتره اتكلموا عن الاصابات اللي ممكن يتعرض لها بسبب قعده على المكتب طول اليوم. كل ده بيكمل بعض، وبكده اقدر اوصل لهدف المشروع رفع الكفاءه الانتاجيه للموظف. احنا هدفنا وهدف المشروع الوصول بالموظف المصري لأحسن حالة صحية ولياقة بدنية لرفع كفاءته في العمل وزيادة الإنتاج. وده طبعا جه من خلال توجهات الدولة والقيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يعني هو صراحة الرئيس شغال في كل الاتجاهات وعلى التوازي، في نفس الوقت عايز ينهض بالمواطن المصري في كل مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكل للنواحي عايز يغير وعايز يوصل بمصر فعلا زي ما بيقول يعني ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا. اليات التنفيذ عندنا، احنا عندنا وحدات طب رياضي في اغلب محافظات الجمهوريه. احنا بنعمل هذه المبادره في ست محافظات. ان شاء الله اول ما التجربه تنجح هتعمم في بقيه المحافظات. التجربة بتعتمد أولا على عدة قياسات بدنية زائد بعض تحليل الدم عشان نعرف نتعرف على الحالة الصحية بتاع الموظف هذا الحكومي. بعد كده كمان يهمنا جدا جدا الموظف ده يكون عنده لياقة بدنية كويسة جدا، لياقة ذهنية ونفسية ممتازة جدا جدا، عادات وتقاليد صحية يقدر يتبعها ويقدر يعدل المفاهيم الخاطئة اللي عنده. أيضا لازم يرفع من كفاءته المهنية عن طريق الإعداد ببعض الدورات اللي هي بترفع من تطويره في أداء العمل. I
عجبني جدا الفكره دي او المبادره دي، لان هنا لما بنقول لياقتك صحتك انت بتحاول ان انت تزيد الانتاج. عشان ازيد الانتاج لازم الشخص نفسه او العامل نفسه اللي هيزيد لي الانتاج يكون سليم بدنيا وصحيا، وكمان بيتغذى تغذيه سليمه، وفي نفس الوقت نفسيا سوي، لان الصحه النفسيه دي يمكن احنا ثقافتنا لسه ما يعني مش كلنا قابلين هذه النقطه او شايفين مدى اهميتها الصحه النفسيه، ولكن هي لها تاثير كبير جدا. ده الواحد لما بيروح شغله، حتى احنا لما بنيجي مثلا حلقه حد عنده مشكله ومش عارف يفصل ممكن ياثر على الشغل. فمهم جدا الصحه النفسيه اعتقد، فانا شايفه ان دي حاجه كويسه قوي قوي او مبادره فعلا محترمه.